أحسن الله إليكم. آخر رسائل الحلقة من الأخت سناء مروان من مصر، تقول في سؤالها الأول: هل يجوز للمرأة الذهاب إلى المطاعم؟ المرأة يجب أن تبقى في بيتها ولا تخرج من بيتها إلا لما لا بد لها منه مع التستر والاحتشام، ومن ذلك الأكل تأكله في بيتها، وإذا احتاجت إلى شراء طعام من المطعم فلترسل من يشتري لها أو تشتري هي وتأكله في بيتها، ولا تجلس تأكل في المطعم، لأن ذلك يعرضها إلى كشف الحجاب، وربما يعرضها إلى الاختلاط بالرجال، وربما يهون عليها الخروج من البيت بغير حاجة وغير ذلك من المحاذير. فالمرأة الأصل أن تبقى في بيتها، لأن هذا أحفظ لها وأحوط لها، ولا تخرج إلا لحاجة لا بد منها مع التزام الحياة والستر والبعد عن الاختلاط. فضيلة الشيخ، قد ينازع في هذا كثير من أصحاب الأقلام ما علينا من الأقلام ولا علينا من سنة الرسول. المقصود أنا أقصد أن المسألة كيف نوجه يعني الأخت المسلمة والرجل المسلم إلى هذا، يعني إلى التباعد بالالتزام بكتاب الله وسنة رسوله وما عليه سلف هذه الأمة، هذا الذي نوجههم إليه، وإن خالفهم من خالف. نعم. أحسن الله إليكم. الأخت سناء مروان الله جل وعلا يقول لنساء نبيه وهن أفضل نساء، يقول: وقرن في بيوتكن، والقرار في البيوت هو البقاء فيها، فإذا كان هذا في حق أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وهن أزكى نساء العالمين فإن غيرهن من باب أولى، انتقر في بيتها. نعم.